دعونا نجلس بطريقة مريحة، نسترخي دون أي جهد. نأخذ نفسا عميقا من الأنف، ثم نخرج الهواء من الفم ببطء. اسمحوا لجسدكم بالاسترخاء. انتبهوا للثقل على أعينكم. لديكم بضعة ثوان ثم دعوا عيناكم تغمضوا ببطء. دعونا نتجول في الزمان، في الخيال. نجد مكانا مريحا، مكانا نشعر فيه بأمان، بحماية وبمحبة. يمكن أن يكون مكانا تزورونه باستمرار، أو مكانا زرتموه في الماضي، أو مكانا من الخيال. يمكن أن يكون داخل منزل، في الخارج، أو يمكن أن يكون في الطبيعة. تخيلوا أنكم موجودين في هذه اللحظة في هذا المكان. دعونا نتأمل كل ما نراه من حولنا، من ألوان وأشكال. أي نغمات وأصوات توجد هناك؟ زقزقة عصافير، صوت أمواج البحر، موسيقى، أو صوت شخص تحبونه. حاولوا أن تشموا أي روائح تفح من المكان. هل هي رائحة مألوفة تحبونها؟ أم أنها رائحة جديدة مفاجئة؟ أو ليس هناك أي رائحة تنبعث من المكان؟ أي إحساس تشعرون به يلامسكم؟ هل تشعرون بنسمة رياح لطيفة؟ بمداعبة أشعة الشمس؟ أو بأي إحساس آخر؟ أي إحساس تشعرون بداخلكم؟ أتشعرون بارتخاء في البطن؟ باطمئنان وبدفء في القلب؟ أتشعرون براحة أم بثقل؟ يمكنكم أن تشعروا كيف العضلات تسترخي وترتاح.
دعوا أنفسكم تعانق الهدوء أو الراحة. وجهوا انتباهكم إلى أي منطقة في جسدكم تشعرون بإحساس لطيف. يمكن أن تشعروا بدفء في الصدر، بارتخاء في الأكتاف، أو بأي شعور آخر في الجسد. تركزوا في هذا الشعور وعظموه. الآن دعونا نتخيل أنفسنا نلتقط صورة تذكارية لهذا المكان، صورة تعكس الهدوء والراحة. مع الصورة دعونا نحتفظ بما نشعر به في داخلنا. نترك ونودع منظر المكان ونبقى مع شعورنا بالراحة، بالطمأنينة وبالأمان. في أي وقت ترغبون، في أي وقت تشعرون بعدم راحة، بقلق أو بوقت ضيق، يمكنكم الرجوع إلى مكانكم الآمن هذا. يمكنكم أن تستمدوا منه القوة ثم تعودوا لتواجهوا ما يقف أمامكم أو ما يعثركم بثقة أكثر. ببطء نعود إلى الغرفة، إلى هنا، إلى الحاضر. نشعر بكفات الأرجل على الأرض، نشعر بنقطة التقاء الجسد على المقعد. نلاحظ كيف هو نفسنا الآن، ثم بهدوء وبراحة نفتح أعيننا.